15 اساس اليوم قالوا لنا تجوا تعبوا كتب من مخازن تاع وادي الربيع الى مدينه العجلات، وعبينا والحموله تقريبا 20 طن او 25 طن بالنسبه لحموله السياره، والمواد مواد ثانويه من سنه اولى ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي للمواد الثانويه العامه يعني. طبعا بفرغوا في مخازن تاع العجلات، منسقين امام تاع العجلات نمشوا لغادي، وبعدين هو بيتم توزيع للمدارس لما نكملوا هذه التفريغ ويتم التوزيع للمدارس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء. طبعا شرعت اليوم إدارة الكتاب المدرسي بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بعملية توزيع الكتاب المدرسي أو توزيع الأرصدة الموجودة، والتي تمثل ما يعادل نسبته من 15 إلى 20% من احتياج الكتب على كافة المناطق على مستوى ليبيا. طبعا انطلقت اليوم وباشرت في التوزيع على مناطق الساحل بشكل كامل. سيتم التوزيع اليوم على المخازن الفرعية بكل من مناطق مصراتة، الزاوية، سرمان، العجلات. طبعا بالنسبة لباقي الاحتياج من الكتب، اليوم انطلقت لجنة التواصل اللي تتواصل مع مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالمنطقة الشرقية من أجل حلحلة المشاكل التي تعيق عملية توزيع الكتاب المدرسي الموجود في مخازن شحات والبيضة، من أجل توزيع الكتاب المدرسي على كافة المناطق على مستوى ليبيا. طبعا بالنسبة لهذا الموضوع ما زال ما يعيقه اللي هو عملية عدم توفر مخصص مالي يعنى بعملية يعنى بأعباء الشحن والمناولة وبعض الإجراءات للمخازن وبعض المخصصات المالية اللي تعنى بسداد مستحقات بعض الموظفين.